يسرى كمان بتخبر كثير من أسرارها باللقاءات الصحفية اللي بتسويها بجونة، فهي موجودة بكل الفعاليات من ريد كاربت، عروض خاصة وندوات، وإحنا أكيد كان لازم نقابلها ونسألها عن حضورها. جونة من أجمل بقاع مصر، يمكن اكتشفوها ناس كتير بعد المهرجان الأولاني، بس أنا مكتشفاها من زمان يعني مش جديدة علي. بتيجي بترتاحي بجد، وحبها لهالمدينة بيعطيها طول الوقت بوزيتيف انرجي، وبتنسى انها النجمة يسرى والكل بيصير بيناديها بسيفا. الصراحة يعني المفروض ان محدش يناديني بنيك نيم الا القريبين. انا فجأة بلاقي يعني تشربي حاجة ساقعة يا سيفا. وهالشي طبيعي، فالاسم بذكر الناس بشغلتين، نجمة الجونة وثلاث دقات. دي النشيد الوطني بتاع الجونة. مش بس عند الجمهور، فحتى النجوم أول يوم للمهرجان كل حدا فيهم رأس عليها بطريقته. لكن ما بيمنع أنه كمان بهالوقت أغنية العالم جونة بتنسمع بكل مكان والتفاعل معها كبير. كله بيحلم أعراض السنة دي حلوة قوي، والغنوة وتصويرها والحالة والناس اللي فيها والنجوم اللي موجودين فيها. أنا هنا في الجونة النهاردة حاسة أنا في أجازة. والدليل الصور والفيديوهات اللي بتنتشر ليسرى من هناك، واللي واضح فيهم قديش هي مبسوطة. فيسرى من النجمات اللي بتستمتع بوقتها وبتحرص كمان انها تشارك بفعاليات المهرجان، من بينهم العرض الخاص لفيلم يوم الدين اللي شكله اثر كتير فيها. بيوجع، بس بهني المخرج لانه هو قدر يحس بالقضية نفسها وبقيمة القضية، وانه هو يتبنى الشخصية الرئيسية للفيلم اللي انا بتمنى له الشفاء والصحة والعافية. خايف احنا منبوذين ملهاش علاج، بس ما ينفعش تستعر من نفسك. وبعد ما يخلص المهرجان رح ترجع على القاهرة لتبدأ التحضير لرمضان 2019. ان شاء الله ان شاء الله. It's too early. أتخيل وجود يسرى في دراما رمضان صار شيء أساسي طبعاً. ورمضان الماضي مسلسلها لدينا أقوال أخرى حقق نجاح كبير، مع أنه ما تم عرضه على أي محطة مصرية. صراحة إحنا منتظرين نشوف الجديد هالسنة، ومين هم الأسماء اللي حيكونوا معاها، يعني هل هم أسماء اشتغلت معاهم قبل أو يمكن وجوه جديدة؟